مقتل 40 جنديا إسرائيليا وتدمير 44 آلية عسكرية لقوات الاحتلال. كتائب القسام تواصل اليوم عملياتها وتواصل استهدافها للجيش الإسرائيلي في مناطق متعددة بشمال وجنوب قطاع غزة. فما هي حصيلة الجنود الإسرائيليين الذين استطاعت كتائب القسام استهدافهم؟ وما هي آخر العمليات التي أعلنت عنها كتائب القسام؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال هذه التغطية. المقاومة الفلسطينية تواصل تحركاتها ضد قوات الاحتلال، وتستمر كتائب القسام في الإعلان عن نتائج عملياتها ضد جنود العدو بشكل مستمر ويومي. وقالت كتائب القسام اليوم أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لهيا، واستطاعت أن تصيب أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس اليوم أنها تدك حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل مقر قيادة ميداني في منطقة تزنا شرق خان يونس بقذائف الهاون. وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تيليجرام أنها تدك تحشدات العدو الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرق شمال مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون. وفي وقت سابق من اليوم قالت كتائب القسام أنها استهدفت مستوطنة نير إسحاق. وأضافت كتائب القسام أنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين. ومن جهة أخرى ارتفعت حصيلة قتل الجيش الإسرائيلي اليوم إلى 7 جنود، وذلك بعدما أعلنت قوات الاحتلال منذ قليل بمقتل 3 جنود في معارك ضارية مع كتائب القسام في قطاع غزة. كما أعلن أيضا الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 3 جنود في معارك جنوب قطاع غزة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال إن 5 من جنود الجيش لقوا مصرعهم اليوم في كمين نفذته كتائب القسام قرب فتحة نفق في خان يونس. كما قالت مصادر عبرية اليوم أن هناك إصابات وأضرار في المستوطنات وسط فلسطين المحتلة بعد قصفها من قبل كتائب القسام. وعلى الجانب الفلسطيني أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع معارك ضارية في جبلية وحي الشجاعية شمال قطاع غزة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا كتائب القسام. وأعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتي ميركافا صهيونتين بقذائف الياسين في محور شمال مدينة خان يونس. واليوم أعلنت أيضا سرايا القدس قصفها حشودا للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم نتسريم بقذائف هاون من العيار الثقيل. وسبق وأعلنت كتائب القسام يوم أمس الأحد أنها استهدفت ناقلة جنود إسرائيلية شرق حي الزيتون بمدينة غزة. كما أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أمس في بيان عسكري مقتل 40 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح في تفجيرات واشتباكات خلال 48 ساعة الأخيرة. وقالت القسام في البيان تمكن مجاهدون خلال 48 ساعة الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة. وأكد مجاهدون قتل 40 جنديا وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها. وأوضحت أنها قصفت تحشدات قوات الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنه تم تدمير 180 آلية عسكرية إسرائيلية جزئيا أو كليا خلال 10 أيام، مؤكدا قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق. وأكد أن كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، وتصدت لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة. وقال أبو عبيدة أن العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته، مشيرا إلى أن الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتهم وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا. وأكد أبو عبيدة في البيان العسكري أن العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع. ويوم السبت الماضي قصفت سرايا القدس تحشدات العدوى محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون، كما استهدفت كتائب القسام غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما أعلن مصدر قيادي في القسام السبت الماضي عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة. وأكد المصدر أن المقاتلين تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان. وقال محلل عسكري صهيوني إن جيش الاحتلال يندهش كل يوم من مدى قوة كتائب القسام، وأكد أيضا أنهم جيش حقيقي تم تأسيسه على بعد 50 دقيقة من تل أبيب على مدى السنوات الماضية. مشاهدينا، هذا كان توضيحا للعمليات الناجحة التي قامت بها كتائب القسام ضد العدو. دعوتنا مستمرة لأهالي فلسطين، وبكده تكون انتهت تغطيتنا. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.